تزوج يعقوب براحيل بنت خاله لابان، وهي الزوجة الثانية ليعقوب، وهي أيضاً الأخت الصغرى لزوجته ليئة بنت لابان. وكانت راحيل هي البنت الأجمل، ولم يكن الجمع بين الأختين في الزواج محرماً في ذلك الوقت. وقد أنجب يعقوب من ليئة 4 أبناء. أريد الطعام يا أمي ليئة. أنا أجهز الطعام يا أبنائي، ووالدكم يعقوب على وصول. يا تقي، ادعو الله أن يرزق راحيل الذرية الصالحة، فإن يعقوب النبي يحبها ويتمنى أن ينجب منها. نعم يا زاهد، إن يعقوب النبي يحب راحيل، وهي تتألم لأنها لم تنجب منه حتى الآن. ومن كرم أخلاقها أعطته جاريتها بلها كي يتزوجها وينجب منها. اللهم ارزق راحيل الذرية الصالحة التي ترضي قلبها وقلب يعقوب النبي. إن الحرب على يعقوب قد زادت في فدان، لعل الله يجعل لنا خلاصا من عشتار الصنم والساحرة إستر والكهنة. اللهم آمين يا واحد يا أحد. فقال لها يعقوب: السلام عليكم يا زوجتي راحيل الطيبة. وعليكم السلام يا نبي الله يعقوب. رأى يعقوب أن زوجته حزينة لأنها لم تنجب له أطفالا حتى الآن، فأوضح لها يعقوب: إن الإنجاب هبة من الله يا راحيل، فلا تحزني، فهذا قدر الله. الزوجة المحبة تتمنى أن تنجب من زوجها ليكون بينهما رابط الحب والمودة. فنصحها يعقوب بالصبر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا بلهة. سمعا وطاعة مولاتي راحيل. يعقوب، أحبك جاريتي لتتزوجها، فقد أهداني أبي لابان هذه الجارية من قبل. يا له من شرف عظيم يا مولاتي. فشكرها يعقوب لأنها دماثة خلق وإيثار من رحيل. سعادتك يا نبي الله هي سعادتي وفرحتي، فاهنأ وتزوج وأنجب. جزاك الله عني خيرا. ولما علمت ليئة بأن راحيل قد زوجت جاريتها بلها لنبي الله يعقوب، قررت هي أيضاً أن تهبه جاريتها زلفة. يا له من خبر سعيد يا مولاتي ليئة يا ابنة الحاكم لابان. كان لابد ليعقوب أن يعلم كم أحبه. هو يعلم يا مولاتي، يعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أشكرك شكر العابدين الزاهدين الحامدين الشاكرين يا رب العالمين. اللهم أسعد قلب نبيك يعقوب
واجعل أبناءه قرة عين له. يا لبان، عليك أن تمنع يعقوب مما يفعله، فإن الفقر يحط على فدان وعلى أهلها. أيها الكاهن، يعقوب ابن شقيقتي وزوج ابنتي ليئة وراحيل، ولكن عقيدته شيء يخصه وحده، لا أتدخل فيه. ولكنك تستطيع أن توقف يعقوب عما يقوله للناس أيها الحاكم لابان، فلقد أساء إلى عشتار الإله. عليكم أن تردوا على يعقوب بالحجة البالغة. نحن نعمل لك ألف حساب يا لابان، ولكن هناك حدود لا يمكن ليعقوب أن يتخطاها. سأتحدث إليه علّه يرجع عما يفعله. نحن لن نتحمل هذا كثيراً أيها الحاكم لابان. هل أعتبر هذا تهديداً يا إسر؟ نحن في محنة كبرى بسبب ابن أختك يعقوب. يا لابان، اهدئي يا إستر. لابان ليس طرفاً في هذا النزاع. رحيل. أبي. أين يعقوب يا ابنتي؟ فلقد وضعني في موقف لا أحسد عليه، فهو يغضب كهنة عشتار. يعقوب هو نبي الله يا أبي، ولا يستطيع أن يترك الرسالة لأجل إستر أو الكهنة. ولكني أخشى عليه من بطشهم. فقال يعقوب: الله خير حافظاً يا خالي لابان، وما أفعله هو تبليغ رسالة رب العالمين. ولكنهم يتهمونك بأنك سبب القحط والحرب في البلاد يا يعقوب. يقول يعقوب: لا إله إلا الله، والعطاء والمنع بيد الله عز وجل يا خالي، اطمئن. وفقك الله يا زوجي النبي يعقوب. إن لراحيل مكانة كبيرة في قلبي يا يعقوب، فاهتم بها. يا عشتار، يا أيتها الإلهة الحنون على أبنائنا، إن ابنتي مريضة، أستغيث بك، أريد منك الشفاء والعافية. هكذا أنتم يا أهل مدينة فدان، لا تستطيعون فعل أي شيء دون الرجوع إلى عشتار. مستعدة لدفع كل ما أملك، ذهبي وحلي ومالي، فقط لتعود ابنتي في سلام وعافية. يا عشتار، يا مقتدرة، اشفي هذه الطفلة الطيبة، ولك عند أهلها كل ما تطلبين من مال وذهب وفضة. يا عشتار، لقد فقد ولدي بصره، فأعيدي إليه بصره يا عشتار. لا
لك كل ما عندنا، خذي منزلنا وزروعنا يا عشتار، واشفي هذا الطفل المسكين. كلكم في أشد الحاجة لعشتار، ولكنكم لا تدركون ذلك أحياناً يا أهل مدينة فدان. يا إستر الساحرة، حدثي عشتار كي ترد لي ولدي بصره.